اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. معنا النهارده صديقه جميله من زاويه ارادها. صديقتنا الجميله من ضحايا شلل الاطفال، اصيبت بشلل الاطفال في بدايه حياتها. اصبحت العكازات الصديق الوحيد اللي بتعتمد عليه في كل خطواتها وفي كل حركه. رغم كل التحديات اللي بتواجهها صديقتنا الجميلة، بإرادة قوية وإصرار وعزيمة على تخطي كل صعب، تتحدى صديقتنا الجميلة للإعاقة. صديقتنا الجميلة أيقونة من أيقونات النجاح ورمز من رموز قوة الإرادة. بإرادة قوية تعيش صديقتنا الجميلة الحياة، وإصرار وعزيمة على تخطي كل صعب بتواجه صديقتنا الجميلة الإعاقة. أصدقائنا من زاوية الإرادة من أصحاب الإعاقات.